العالم غلطانين وانت الوحيد الصح. شو عم تعملي؟ شو شايفتيني عم بعمل؟ تركت لكم البيت ومشي، قولي له لأبنك انه انا بدي ورق طلاقي. تعي لي شرف سيد وليد، مرتك بدها تتطلق. لا ايه يا ستي، خربانه وخربانه. تفضلي الباب بفوت جمال، يلا وبيطلع جمال كمان. فتفضل يا جمال، ابوك عامل لك بيت، تفضل انقلع عود فيه. امي انت شو صار لك؟ حضرتها طالبه الطلاق، هي اللي بتنقلع. وين بدها تروح بالله؟ وليش لتنقلع اصلا؟ المصيبه اللي نحن فيها انت سببها. ميسه بنتي، وانت اللي بتنقلع. ايه؟ على راسي من فوق. ان شاء الله بتتهني انت وياها. أنا حكيت مع وليد وقال إنه هو مستعد يجي يطلبني رسمي ونعمل عرس. لا والله كتر خيره. لا بقى لك، أنت شو؟ شو أنت؟ أنت شو؟ ما عندك دم؟ ما عندك إحساس؟ شو معنى؟ بكفي بكفي إحساس؟ أنت عم تقول بكفي؟ لك هي البنت بتعرف شو عملت؟ جنيت هستريت، رمت تربايتنا عليها على الارض ودعستها بصربايتها. بابا مشان الله ما تقول هيك. انت اسكتي ولا كلمه ولا حرف، وهي اخر مره بتحلمي انه احكي معك فيها. انا ما عدت طايق شوف وشك ولا خلقتك. بتطلقي ما بتطلقي ما عاد يهمني. لهيك شرفنا يا مدام، استري ما شفتي منا. كتر خيرك على الثلاثين سنة اللي قضيناهم مع بعض، ومن هلا ورايح، من هلا ورايح بتنسي انه الك اب. طولي بالك، طولي بالك، شايفة شو صاير فيها؟ Yeah.